مرحبا معكم أستاذ راني أحمد. هذا الدرس رقم 1.3.2 من الكتاب. أوكي، يعني إحنا رح ناخذ هاي السكشن بس من هالقسم من هالكتاب، اللي هو بيحكي عن البيزك بارسر. يعني نحن بالأول، أول ما بلشنا حكينا عن بالكتاب، يعني البري بروسيسور هذا مش من مهمتنا إحنا، بس منطقة اللي بنقطها هون هي مهمتنا. حكينا عن لكزيكال أنالايزر أو بناتنا اللكسر. أوكي، هذا خلصناه. هلا عندنا، صرنا بدنا نعمل البارسر. احنا عم نحكي هون عن كيف، عشان نذكركم عن كيف مثلا نفسر ونعرب، لانه احنا هلا بمرحله الاعراب. بيزك بارسر يعني معرب اساسي بسيط، اللي هو ال A ضرب B زائد C ضرب D، او واذا كان فيها اقواس العمليه الحسابيه. تمام، فحكينا عن لكزيكال انلايزر بيعطينا التوكنز كيف ارقام هون، وهون البارسر هو راح يعرب الكلمات المرأة. اوكي، هلا الكود جنريشن جايين بدروس تانية. اوكي، هلا خلينا نبلش بالبيزك بارسر، نرجع شوي بالكتاب مطرح ما احنا صورنا. اوكي، هلا نطلع هون. هلا كمان قبل، بس عشان نذكركم باللكسر. اوكي، هاي كواد اللكسر. اوكي، طلع هون فوق الأرقام التوكنز، تذكرهم من 0 لـ 6. اوكي، وبعدين تحت هذا الكود اللي هو راح يشغل اللكسر. اوكي، وبعدين اللكسر هو عم بيشتغل مع البارسر. اوكي، البارسر هو عم بيقرأ كمان، راح يطلب مني هالفونكشنز اثنين، هالدالتين اثنين هن الماتش توكن، عشان يتأكد انه شو ما عم يقرا البارسر هو عم بيقرا التوكن الفلاني. اوكي، من التوكنز اللي مرقوا عندنا هون فوق. تمام، وبعدين الادفانس انه دام قرا خليه يكمل. تمام، فعندنا في فانكشن تاني هون اسمه ادفانس، بيعمل لوك اهيد بتساوي لكس. هلا انا اكيد مش مبين كتير واضح عندكم، بس خلص اعرف مكتوب هون لوك اهيد بتساوي لكس. نطاف فوق بعضها كويس، هذا التصوير يعني. طيب هلا بدنا نبلش معنا. هلا بالنسبه للبرنامج، اوكي، تبع يعني البارسينج. هلا احنا عملنا اللكسر. هلا بالمين دوت سي، يعني البرنامج الاساسي، رح يكون عندي شو؟ مين، وعندي ستيتمنتس. طيب هلا الستيتمنتس هن الجمل اللي انا راح اقراهم. تمام، هذا فانكشن راح يقرا لي الجمل، وهذا الفانكشن هو اللي شغلته يعمل البارسينج، بس هو راح يعمل الاعراب. طيب هلا القواعد اللي احنا ماشيين عليها طبعا هي حسب اللاينز اوف برودكشن. هذول البرودكشن لاينز اللي من الواحد على 10 سطور، من الواحد على 10 هذول. اوكي، هن طبعا احنا اتفقنا كل سطر منهم هذول بيعمل برودكشن. اوكي، بيعمل انتاج، لانه احنا الستيتمنت بتعطيني شو بتعمل الانتاج، تنتج لي شغله معينه. فعندي ستيتمنتس الجمل هي عباره عن اكسبريشن مع سيمي كولون، وهي هون اشاره نهايه ال ادخال، او هذا هون اشاره، هي معناها او بيكون اكسبريشن مع ستيتمنت تاني. طبعا دائما الفاصله المنقوطه هي نهايه تعبير. اكسبريشن معناها تعبير، وانا بنحكي عن تعبير الحساب الرياضي اللي حكينا عنه، هو A ضرب B زائد C ضرب D وتفريعاته. اوكي، طيب هلا احنا هيك عرفنا شو الاكسبريشن. تمام، هلا انا ستيتمنت، عرفنا ستيتمنت بصير ما دام في فاصله في ستيتمنت، يعني احنا هون بدنا نرجع مره ثانيه نطول الستيتمنت الثاني. اوكي، وهالمدى جرى. هلا بس انا قبل ما افوت على الستيتمنت الثاني لازم كمان افوت على اكسبريشن. فشايفين احنا عندنا هون طول الوقت في عندنا شو؟ ريكيرجن. تمام، هلا وطبيعه الحال بحط اكسبريشن، هذا الاكسبريشن راح نعرفه هون، بيطلع لي تيرم مع اكسبريشن برايم. طيب، وممكن والاكسبريشن برايم، يعني اكسبريشن ابو فتحه، هذا اللي عليه الفتحه هاي هون، معناها هو ممكن يكون زائد تيرم وورا منه اكسبريشن برايم تاني. اوكي، هلا او ممكن يكون شو؟ اي هاي الابسلون، هاي معناها جمله فارغه. اوكي، ممكن ما يكون في عندي اكسبريشن اصلا، بس واقف على كلمه تيرم. تمام، هذه شو معناها؟ انه انا هون راح يكون في عندي كمان ريكيرجن، يعني بدي اطلع الاكسبريشن الاول، بقول انه هو بلس، في بلس بده يطلع، هذه توكن هون البلس. اوكي، يعني
بدي يطلع معي، خلينا نرجع للتوكنز. اطلع معي التوكن رقم 2 هي، اوكي البلس. وبعدين في عندي تيرم بكون هلا هون معرف شو هو التيرم تحت، بس بدي يطلع معي اكسبريشن برايم تاني. يعني هلا ما دامني حكيت في هدول، خلينا نفترض انه فتنا فيهم، بدي ارد عندي اكسبريشن برايم تاني. فاذا بدي ارد ابرم مره تانية، يعني بدي اضرب كل واحده من هدول اللي على جنب، هن صارين شو فانكشن، فعشان اقدر اطلبه مره تانية بعمل فانكشن من قلب فانكشن، بصير عندي شو ريكيرجن. تمام، لما الفانكشن يطلب حاله او الداله تطلب حالها مره تانية، يعني صار عندي شو ريكيرجن بمعنى تواتر او تردد، مش بعرف كيف العرب بقولوا، بس المهم انا بعرف بقولوا بالانجليزي ريكيرجن. طيب هلا عندنا تيرم، تمام. بعدين يعني احنا هذا التيرم اللي بين عندي هون، تمام. فانا لازم كمان اعرف شو هو. هلا طبعا لانه هون فيني اقول او عفوا بدي اقول هون بلس بعدين تيرم بعدين اكسبريشن، اذا طبعا قبل ما افوت هاي وارجع لهاي لازم اكون انا مخلص بهذه النقطه، تمام. فاذا البلس توكن واضح بينتهي لحد هون، بنزل عند التيرم. شو هو معناها كلمه تيرم؟ هذا المقصود. ف بالنسبه للكمبيوتر يعني مش انه مش فاهمين نحن شو هي يعني، بس بحكي انه شو بالنسبه للكمبيوتر شو بيعنيها، فعشان هيك لازم ابدا افسرها من جديد. فبنزل عند الترم. الترم هي عباره عن شو، عن فاكتور وترم برايم، يعني هي شيء ضارب ترم تاني، اوكي، عامل هون او قاسم هون، منهم هذا القاسم او هذا العامل اللي هون ضارب ترم تاني، كويس. فالترم تاني شو هو؟ هو ترم، هي هو هذا شو تعريف الترم الثاني، الترم برايم، ويس ترم او فتحه، بيكون هو اشاره الضرب مع الفاكتور. يعني مثلا اثنين شي احنا حاطين هون فاكتور وعوضها هون بتصير ضرب الفاكتور الاخر، ويس اللي هو ترم برايم، ويس ضارب الترم برايم، اوكي. ف طب شو الفاكتور؟ طبعا هون ممكن تكون ما يكون عندي تيرم تاني، يعني بس واقفة على فاكتور وخلصنا، فبتكون هي شو ابسلون، تمام. هلا فاكتور الفاكتور شو ممكن يكون، او العامل هون ممكن يكون رقم او اي دي بس، او ممكن يكون شيء بين قوسين هو تعبير الرياض التاني، تمام. فاذا اذا نزل على الاكسبريشن هاي بده ينزل مره تانية، فوت على الاكسبريشن نازل بكل هالشجره. لاحظين في عندي شجره هون، اذا انتم بتروح بتكتبون تلاقي رايحه راجعه، بتفسرها على طريقة شجرة من كلمة statements، رح تلاقي انك راحت هيك وبتنزل على ال expression، بترد بتروح على ال term، بتروح على ال expression، من ال expression prime اذا وصلت لحد هون بدي ارجع على ال expression اللي هون، اوكي. وبعدين في شغلة بدي انبهكم عليها، اذا انا حطيت يعني التعبير مفروض كمان يزبط معي بالمفترض، يعني بالشكل البشري العقل البشري، انه ممكن اقول اكسبريشن هو عباره عن تعبير اكسبريشن تاني، بس مش برايم، يعني مش ضروري يكون برايم، انه عندك اياها مجرد انه اكسبريشن بس مع تيرم، يعني مثل ما هو كاتب هون، شايفين؟ عفوا اوف ضيعناكم، يعني مثل ما كاتب هون في الاخر، اوكي. تطلع اكسبريشن تحطين ال انه اكسبريشن زائد ترم، يعني انت انه في شيء هون زائد ترم، اوكي شو ما كان قبلها، بس انه طب شو هي هاي بدنا ترجع هون، طب هذه كيف بدي اوصلها البلس ترم؟ انا عامل هون صار نحن حكينا من شوي صغيره انه في عندي ريكيرجن، فما كيف هاي بدها تعطيني حالها مره ثانيه وتعطيني شيء زائد اضافه عليه، طب اللي بعد هذا بتضيفه كيف بدي اوصل له؟ ما هو هذا بدي اعرفه كمان، بتضلني ارجع رايح راجع رايح راجع رايح راجع، ما بوصلش على الترم، بتضل هيك تبرم لحد ما نظام التشغيل تبعك يقول لك خلصنا بكفي، اوكي، وبطج الابلكيشن، اوكي، بيقطع معك بيعمل كراش. ف طبعا نظام التشغيل ما بيعمل كراش، بس هو بيعمل كراش، ف يعني البارسر، فلذلك هذا ما بيسوى الحال هيك، عرفت كيف؟ يعني هي تطلع تحتهم في عندي في الكود، هاي اصلا البرودكشن لازم تحولها هيك اكسبريشن، بعدين اكسبريشن على اساس بقول اذا اذا كان خلينا نقول قيم لها اذا ماتش بلس، اوكي بتعمل ادفانس بتطلع على اللي بعده، اوكي بتعمل ادفانس على شو وبتعمل ترم مره ثانيه، اوكي يعني بتاخذ ترم هون شو هي معناها،
تمام؟ فمش مزبوطة هيك يعني، لأنه في، لأنه هو عم بيقول اكسبريشن عم بيطلب حاله مرة تانية، مش عم بيقدر، مش عم بيقدر يهدي حتى يقدر يفوت على جملة الإف وطلوع، أوكي؟ أو وما يليها، أوكي؟ طيب نرجع على تفسير الكود المطلوب. طيب فإذا كل line of production عندي هون، كل جملة منهم هدول من البرودكشن، من هذا، هذا أصلا صار جمل النحو، هذا البي ان اف تبعنا، تمام؟ بس هذا طبعا المعدل modified، أوكي؟ فأنا لازم هون صار أعرف كل وحدة من هدول. صار عندي جهة ال يعني اللي على ايدك اليمين هدول، اوكي، هن فانكشنز، هن دوال بيعطوك بقلبهم تعريفهم، اوكي، عفوا هي على جهة الشمال، اللي على ايدك الشمال هون، اوكي، لحد الارقام هدول كل وحدة اسم لدالة لفانكشن انت بدك تعرفه، بس اللي على جهة اليمين هن الشيء اللي انت راح تطبقه داخل ال داخل ما سميته على جهة الشمال، اوكي. لذلك بيطلع مثلا عندي expression بتكون هي عبارة عن شو؟ عن term مع expression prime. انت هون عم تتأكد من كل كلمة اذا هي فعلا هذا، انت ما عم تجمع ولا عم تضرب ولا عم تعمل شيء، انت بس عم تشوف انه والله expression هي عبارة عن شو؟ عن term، ما وراها شو؟ expression prime. فبتتأكد هون انه عندي هل expression هو عم بتأكد من الترم، كان بعمل validation على الترم، كويس، وعمل validation مرة ثانية على يعني تحقق على الاكسبريشن برايم، شو بيجي ورا الاكسبريشن برايم. هلا شو الاكسبريشن برايم؟ بترد بتعرفه بنفس الطريقه، بتنزل على الكود. هاي الكود قدامنا، هلا بنشوف كيف عملناها. ببلش الكود هون، وفي الصفحه اللي جاي فيها باقي الكود، اوكي. طبعا اس دي اي او مشان بدي اطبع على الشاشه، طبعا هو عم يستعمل اس دي ار، شرحنا الاس دي ار لاطباع المشاكل عليها، تمام. هلا طبعا الماتش، نحن شفنا الماتش، خليني بس ارجع، هاي الماتش على السريع، اوكي، هاي الماتش وهاي اللوك هيد واللكس، دائما بطلب اللكس دائما، اوكي، اللكس راح يضربه دائما. طيب نكبر بعد عليه يكون اوضح. هلا بكون عندي انا هون قلنا عم نطلب اللكسر، اوكي، طبعا الهيدر تبعه. هلا في عنده طبعا فانكشن اسمه ستيتمنت، نحن فوق قلنا في المين، اوكي، المين دوت سي، اوكي، حيكون شو فيه؟ فانكشن اسمه ستيتمنتس، هو البارسر، هذا فعلا هو بارسر ستيتمنتس. فحط فيه لل، هو حطه هون ببلين دوت سي، على كل ما بس يعني فيك تطلبها تعمل انكلود، بس باختصار انه ستيتمنتس هذا هو الفانكشن تبعه، اوكي. عم نقول اول شيء، عم شايف كيف كل جمله بالبرودكشن هون عم بحاول اعرفها، تمام؟ يعني التطبيق اللي انت مفروض تعمله، تحدد التوكنز تبعونك، تطلع كل من الجملة، يعني اي كومبايليشن بدك تعملها، لتعمل اللكسر، تعمل البارسر، بتطلع الجملة تبعتك، بتحدد التوكنز اللي فيها، بتحدد كل توكن شو رقمه، تمام؟ وما يليه بتحط، يعني هي القاعدة العامة اللي انت المفروض تعملها لما تصمم كومبايلر. وما يليه بتجيب البارسر، تعتمد على اللكسر حتى بتطال كل توكن وتتاكد انه فعلا هو شو، عن طريق البارسر انه هو في محل الاعراب صحيح تبعه، تمام. فهلا طبعا ببلش انه ستيتمنت عباره عن شو، عن اكسبريشن مع سماي، اوكي، يعني سيمي كولون، يعني فصل من نقطه، مثل هي يعني، اوكي. ف او زي ما حكينا هو عبارة عن تعبير expression مع سيمي كولون مع statements آخرين، يعني statement لازم تطلب حالها مرة تانية. طبعا مش بحط جملة statements هاي أو function تبع statements زي ما عملنا بال expression لما حكينا من شوي، بتحطها هون أول شيء، لا، بدك تجي بالآخر، أوكي، يعني أنت بتقرأ التعبير بعدين بتقول والله في جملة جاية ورا منها جديدة. طيب هلا بنتأكد إذا أول شيء، إذا أول شيء كان مجرد سيمي كولن، عفوا، اذا كان في اكسبريشن بنطلعه ونفسر في الفانكشنز نازلين تحت في الكود، لكن اذا اجى ورا منها سيمي كولن، اذا كان التوكن اللي مارق ورا الاكسبريشن هو سيمي كولن، من نادي الادفانس، ادفانس شفناها بيطلب اللكسر،
اوكي، بقول له لوك اهيد، بطلع اللكسر بشوف اذا هي اللكسر عم تعطيه التوكن، بشوف شو اللوك اهيد تاعها. كويس، بعينها. طبعا احنا حاطين ستاتيك، فاذا لازم نعرف ساعة ابدو في الكود امتى مكان وين صار اللكسر. طيب اطلع اللي بعدها كمان. هلا الصفحة الثانية تكملة الكود كله. فاذا نكمل كمان معليه. هلا طبعا اذا ما طلع ماتشنج، اذا ما طلع في مقارنه، يعني هذا مش ماشي صح. ما انت قلت اول شيء في لازم يكون عندي وانا عم بقرا. طبعا اللكسر عم بيعطينا شو التوكن، اذا كان التوكن صحيح تمام، او اذا كان ماشي الحال بقول ادفانس كمل. فهمت شو؟ بس اذا ما كان هذا من التوكنز اوكي وقف. ما احنا شو كل اللي عم نعمل؟ احنا بس عم نقرا النص ونشوف اذا هو ماشي الحال ولا لا. تمام، لذلك هون بس عامل له اس دي ار، اطبع لي على رقم السطر اللي بين فيه الجملة الغلط. تمام، طيب هلا اذا نوت ماتش، اذا هون اذا نوت ماتش يعني اذا مش بيساوي الاند اوف انبوت يعني نهاية الادخال، اوكي يعني في ستيتمنت اخرى. فهون صار الطلب على الستيتمنت التالي. تمام، مشان هيك قلت لكم من شوي اذا نرجع، شايفين هون عم بطلب اكسبريشن سماي بعدين ستيتمنتس. اوكي، وهذا اللي احنا كتبناه من شوي. طيب هلا نكمل. هلا شو هو التعبير؟ التعبير عبارة عن شو؟ عن تيرم مع تعبير برايم، تعبير ابو فتحه. اوكي، عمليه حسابيه ابو فتحه. اوكي، طيب نيجي نقول شو تعبير العمليه هذا البرايم، بس اكسبريشن برايم. اذا اكسبريشن برايم هو عباره عن شو؟ زائد تيرم مع اكسبريشن برايم او ابسلون. ابسلون يعني الحرف الفاضي، الكلمه الفاضيه. تمام، يا هيك يا هيك. طيب اذا ما كان بلس، عفوا اذا كان بلس يعني لازم اكمل، لازم يكون يعني اذا بلشت هي بلس يعني فيني اكمل. ما اذا ما كانت شيء يعني فش عندي شيء. تمام، هذه اصلا محسومه يعني، عشان هيك هاي بقول لك انه ما في شيء. اوكي، فانت بتقول اذا كانت ماتشنج لبلس، اذا كان التوكن هو بلس بتقول له ادفانس تابع في العمليه. اوكي، وبعدين انه انتقل على اللي بعدها، لانه لازم تنتقل على بعد حتى تشوف شو الكلمه اللي بعدها اللي هي شو التيرم. بحدد شو هو التيرم، بعدين بنحدد بعد منه الاكسبريشن برايم. هلا لسه هدول التنتين ما خلصنا منه، لانه لازم اخلص بالتيرم، انزل على التيرم وانزل بعدين على الاكسبريشن برايم الثاني. اوكي، لانه بلس مثلا اي بلس بي بلس سي، كيف بدك تقول بلس اي بلس بي بلس سي؟ بتقول له بتشوف له التوكن اذا هو بلس، بعدين بتشوف بتقول مش الحال خد قدم وشوف اذا كان اللي بعد منها تيرم. اذا كان تيرم بنعرب التيرم. تمام، اذا وبعدين بنكمل على بس تخلص من شغله التيرم اطلع منها وروح على الاكسبريشن برايم هون. تمام، وبرد بفتر على كل البرايمز لحد ما شو يخلصوا، لانه هون عم بطلب حاله كل مره. تمام، كمل. هلا طبعا هي كتير بتاخد ذاكره هاي الطريقه. تمام، لانه الريكيرجن بده يضله محافظ على كل فانكشن لحد ما يعمل كلهم ما يسمى الترجيع او الريتيرن اللي بتشوفها، جمله كلمه الريتيرن اللي بتشوفها في الكود. بس شوف ريتيرن يعني ارجع من الفانكشن. اوكي، طيب هلا اوكي، طب هلا احنا بدنا شو تعريف التيرم؟ احنا قلنا هون كمل انه والله عندي في تيرم هون. شو التيرم هون؟ هو عباره عن فاكتور اوكي مع تيرم برايم، يعني 2 اي مثلا 2 بي. اوكي، طيب هلا بنشوف الفاكتور لاحقا، لكن يعني في الاسفل هون تحت شايفين على 67 هون. بس نحن اول شيء لازم نعرف شو التيرم برايم. اوكي، اذا التيرم برايم هو عباره شيء شرط الضرب تايمز، هي لها توكن ثابت مع فاكتور مع تيرم برايم تاني. فتضل تعمل شيء ضارب شيء، شيء ضارب شيء. يعني مثلا مثلا قلنا هون الفاكتور مثلا 2، فتقول 2 ضرب A ضرب B ضرب C، او عرفتوا كيف؟ فبدها تضلها، او حتى لو كان مثلا 2 A B 2 A
ضرب 3 بي ضرب 3 سي، اوكي، او ضل لافي على هاللفه، تمام. فاذا اف ماتش تايمز، اذا كان في تايمز كمل على الجمله اللي بعدها، اوكي، خذ اللي بعدها. وبعدين شو اللي خذ اللي بعده؟ بدي اشوف اذا اللي بعده هو فاكتور واذا اللي بعده تيرم برايم، اوكي. هلا اذا ما فيش تايمز يعني هو منه فاكتور ومنه في شيء ضاربه، اوكي، بس مجرد انه فراغ ما في شيء، اوكي. هذه هي الابسلون هون بكون دورها، يعني ما عندي تيرم برايم، يعني كان عم بقول في تيرم بلا فاكتور، تمام. تيرم هون عفوا مش بلا فاكتور، تيرم بس هو شو تيرم؟ عبارة مجرد رقم، مش رقم ضارب شيء، اوكي، مشان هيك فاكتور تيرم برايم. طيب نكمل. هلا هاي الفاكتور عبارة عن نمبر اور اي دي، اوكي، او بكون ليفت parentheses، يعني ال بي هي معناها ليفت parentheses، يعني في عندي توكن ل اوس اللي على الشمال والرايت parentheses للي على اليمين، اوس اللي على اليمين، وبيناتهم طبعا شو في عندي اكسبرشن، في عندي تعبير رياضي او تعبير حسابي. طيب كمل على اللي بعدها تكملة الكود. هاي نحن عم نعرف هون شو هو الفاكتور. طيب اذا كان النمبر او الاي دي، كمل، اذا كان رقم او يعني انه اذا كان رقم كمل، ماشي. هلا اذا مش نمبر، اذا ما كان رقم، وش اذا كان ما رقم، شوف اذا كان ب اذا كانت هي شو التوكن اللي مرقه شو ال بي، اوكي، يعني left parentheses، تمام، على الشمال. كمل واقرا الاكسبرشن وبعدين شوف اذا جاي ورا الاكسبرشن كمان شو اوس على اليمين، تمام. فاذا بلشنا باوس الشمال هون، شوف اذا كان اوس الشمال فبنكمل بنعبيها بتعبير ومسكر الاوس، تمام. هلا اذا ما اجا فيها الرايت بارنتيسيز، يعني عندك شو مشكله بالبارنتيسيز، ماشي، انت عندك الاقواس مش مسكرين صح، لازم يكون اعدادهم مزوجه. فهي الطريقه بتشوفوها بتتعلموا كيف تعمل انت تحقق من الكود اذا كان فعلا ببلش وبينتهي في اقواس مسكره ومفتحه مزبوط، تمام. هلا اذا غير هيدي الاف، اوكي، يعني عم تتوقع انت هون شو يكون عندك رقم، او اذا مش رقم ما انت بتقول اف ماتش نمبر اور اي دي، اذا هو انت عم بتقارن اذا كان التوكن اللي مارق هو شو رقم او اي دي، مهم، او رقم تعريفي يعني. اذا ما كان بس بيطلع عندك شو مشكله، بتعطيه وهاب بتقول له على السطر الفلاني نازل عندي خطا، تمام. طبعا احنا حكينا عن هاي انه كيف بتكون البرودكشن، بس تعمل عندي هاللفه هاي اللي بلا طعمه هاي، تمام. هون نحن القصد من هذه الكلمه بالضبط انه احنا عندنا هون ما في كيف بدول هذه، يعني احنا الجمع بتقول 2 زائد 3 مثل 3 زائد 2، لا، هون في بالكود بالكومبايلر بطريقه تفسيره للكود كويس بيفرقوا، تمام، هذا المقصود. فانت ما بتطلع بس بتقول 2 زائد، لا، بدك تاخذ 2 وبعدين بتاخذ الزائد 3 لحال، او مثلا بتقول 3 بعدين زائد 2 لحال، اوكي، هذا المقصود فيها. فاذا هذا كل شيء عن ال البارسر، عن المعرب، وشكرا، ارجو تشاركوا الفيديوهات لانه هذا كثير مهم لاستمراريه الشرح، اوكي، وشكرا.